اهدي انا احمد مناسبه الخمسة مليون. اول مره اشوف احمد مستحي مو قادر يعبر عن شيء، والله مو قادر يعبر. يعني معكم ناس ما يعرفون يهدون اصلا، ركان بالذات ما قد هدى ولا واحد في حياته كلها. والله هذا مستانس. اخترنا في الالوان، وش اخترنا اللون؟ اللون الاسود. الاسود لابق على مشايع سليم الهدايا. انها هالهديه السبب الرئيسي لاختيارنا لها كلها بس 24 ساعه، في اي وقت انا اقدر ادلك يا شيخ. ركان حاسب. كيف؟ حاسب ركان. براند. رايحين نشتري هدية ثانية، احنا شرينا الهدايا، باقي ايش؟ باقي نغلفها. تغليف نكتب الاسامي، راح نكتب الاسامي ايش نكتب؟ نكتب روب. حسي. والله نكتب طيب. هذا من اليوم يسوق مشوار الخط. صاحب الفكرة. ممتاز. صاحب الفكرة. صح. حلو. انا وش حلو. صدقني انا لو اعرف اقول لك. حلو ابراهيم، احط اسمك. واسمي لاني دفعت. صح. الله عليك. حلوين. اتفقنا بس. كيف يعني؟ ايش تبي؟ نحط اسمك ليش؟ ايش تبي؟ نحط اسمك ليش؟ ايش فايدتك انا؟ وش فايدتك؟ ما ادري. انت قول لي. يلا وش فايدتك؟ انت قول لي. لا انا بعرف فايدتك، انا ما ادري ايش فايدتك. علمنا. والله ما فايده. انا شفت عنك كل شيء. قصرت والله اني قصرت. والله قصرت. تسلم رجولي. اقلع تسلم رجلك. اي والله تسلم رجلك. اليوم قاعدين ندلع. شوف الهدايا هنا. طبعا اقسم بالله ان هذا الانسان يستاهل كل خير، والله العظيم هذه كلها انها ولا شيء قد اللي هو سواه لنا. والله العظيم اني جدا مبسوط لان الشخص اللي احنا رايحين نعطيه هديه. والله نفس كلامك. نفس كلامك؟ انه يستحقها قسما. اي والله بعيد بعيد عن ذا كل شيء. يكفي كلامه تحفيزا لنا. يا عيال ما يشتغلون، يا عيال ليش كذا؟ ما يشوفك يوم واحد حلو؟ ينظر. ما عجبتني اليوم. يعطيك نظره، ما عجبتني انت اليوم. وانا كم؟ اقسم بالله. كلمة لأحمد. أنا شو بقيتوني؟ لا بس لا بس لا بس لا جد ورا 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 خمس جيجي خمسة ايش؟ يوسف استاهل أحمد. هدو هدو أحمد جالس يبث الحين. يبث إذا جات دونيشن أكثر من 200 دولار ما راح نعطيه ولا شيء. أحمد ترى جبت لك هدية ها عطرات كذا قبل ريحة حدها. رايد يقول أنا الكبير أنا لا لازم أتكلم. والله أنا أكبر. تفضل. طبعا يا جماعة الخير والله العظيم ما أكذب أنا أكبر شخص بالفلة هنا. حاب أقول لأحمد سعيد لهالدرجة. حاب أقول لأحمد ألف ألف مبروك دخولك 5 مليون يا بعد قلبي وروحي حبيبي. أنا معاك قلبا وقالبا وعقبال 10 مليون وكلي ثقة بإذن الله. ظل أحيانا سنة سنتين والله نجي بدبلة بإذن الله. بإذن الله والله العظيم مرة واثق فيه شخص زي أحمد مجتهد والله أنه سهل. مرة واثق فيه. سهلة سهلة. مرة واثق فيه. مرة واثق فيه. وأحبه أغلية بعد هيدي المدح هذا يقولون جت دونيشنات عشان وهذه الكيكه يا احمد حقتك ودي يعني بما انك بروح هنا لازم اضع ايدي. لا تكفى تكفى لا تكفى بس ناظر وش مشكلتك الحين مع الانتظار؟ يا اخي مشكلتي مع انتظار البطن لي يا اخي اكل وجبه اكلتها امس والله انها امس. طيب اذا سويت الحركه هذه لك عشاء وغدا. وش الحركه؟ أو شيء حط إصبع كذا. أوكي. طب ما أبغى عشاء غدا، أبغى شيء أفضل. أسمع. والله أبشر. سو كذا. يلا. ويد الثانية نفس الشيء كذا. أوكي. الحين وش أبغاك تسوي زي كذا؟ كواي. روب إيش قاعد تسوي؟ روب. نزل عشان. روب. يلا أصبر. والله غبي اقسم بيت الله ايش قاعد تسوي؟ جاب ساحب عليك عشان تاخذ علاقه سينمائيه. اوه معليش والله العظيم والله العظيم. ايوه عيال انا اقسم واحد امس دخل 5 مليون بدل ما ياخذ اجازه. رجال والله رجال والله ان رجال منو؟ واحد من عيال واحد من عيال. لا تقول انت لا رجال رجال نمدحه نمدحه والله صار يندحه سبه بس خسي والله انت رجال. انا اكبر واحد بالفله هنا. لا لا احمد هنا بالفله نحترم بعضنا يا اخي. السلام عليكم. اول شيء الف مبروك دخولك 5 مليون. الف مبروك 5 مليون. الشيء الثاني هل باور تكلم؟ ايوه هل باور قد سوى لك اي مفاجاه بمناسبه دخولك مليون؟ 3 مليون 4 مليون 5 مليون. شوفوا عنده 5 مليون متواضع متواضع على ذوق يستوي ما يبغى شوفها بوا سالفة طبيعي يمشي. كيف يمشي طبيعي لكن انت لا ها ماسك كذا كان يبغى لا لا يا احمد احمد لازم هذه اصول يا عيال بالله والله ما يبغى يزحف بالله لازم لازم هنا الحين لازم الثقة حتى انا اليوم عبي المسبح مش لا 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 ايوه باخذ عصاتي ها قل والله اني ما اشوف اصبر عشان احنا
احمد احمد بصدق شوفوا لا ذمتك تشوف يا عيال تفضل تفضل ايوه 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 يوم دخلت 3 مليون انت اسد الشباب ايوه ولا 4 مليون ما سوى لك شيء احمد دقيقه الحين دقيقه احمد دقيقه 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 افصخ كمامتك حبه حبه 3 2 1 احمد اول شيء ان في ناس كلموني قالوا لازم تعذر معه لان صارت فجاه ما لحقوا نسوي شيء هذا كله فجاه اي والله صارت فجاه فما لحقوا يسوون شيء لازم تعذرهم اول شيء لازم الله يكيك لازم السكس في السكس في السكس في وان هذا قيله بحقك يمين واسمع اسمع ابو شايع الطيب ما يستاهل الا الطيب هي صغيره مقدمه مني لك مش يا صغيره عليكم والله طلعت رجال هذا بدا غلط انا منزل ندرج بدا غلط مليون مليونين صادق ثلاثه اربعه خمسه زين واخر يوم لا بس اسمع المليون ما تستاهل ولا الثنتين ولا الثلاثة رابعة انت تستاهل فوق طبعا هدايا مكتوب يعني صاحبها كل واحد ها ايوه تبون نفتح الان ايوه زين اكيد بسم الله الرحمن يقول الف مبروك يا احمد 5 مليون الله يجعلهم شاهدين لك لا عليك انت مثل يقتدى به ما شاء الله وش الكلام زين فشوف الهديه ان شاء الله الهديه احسن من الكلام يا رب الهديه والله ان الكلام احسن من بنغلفه ونعطيه اياه هديه يستاهل ابو حميد يا ويلي والله بتفل علي بذي الهديه طبعا اللي يسال ليش جايبينه خروف خروف طيب ايش هو فتح حقيقي تحب الخروف فتح حقيقي يا مالك تمهي هدية ثانية أول شيء ألف مبروك أبو شايع استاهل والله 10 مليون 20 مليون بإذن الله أنا كلي ثقة فيك هذه هدية بسيطة آخر واحد درى أنا فأظن يكسر بعد قلبي الله عليك والله يعطي الهدايا والله من زمان على هذه الأشياء يكسبوها كل مرة عرفت إيش جاء والله ما كلموني الا متاخر وانت رجعت الساعه ومحزمي محزمي والله انا جنبيه اغلى من الجنبيه والله انت تستاهل وتلبسها اي والله عمري يستاهل وانت وافي تلبسها وش تلبسها هو محزم هات والله قحطان ميدان ما يزول قحطان الدسم ابو صالح ابو صالح يا حي الف الف مبروك انا وهبته بس لكن من افضل اشخاص شفتهم يا بعد راسي وربي تستاهل فوق يا بعد راسي والله تستاهل اكثر ودي قليل بحقك يا حبيبي وتستاهل اكثر والله يا حبيبي انت يا ويلي يا سلام يا ابو صالح يا ابو صالح يا ما قص
تستاهل يا حرام تستاهل. ما شاء الله بارك برودي. اعطونا اللي بعده. اللي بعده عندي الله يسلمك الله يرضى عليك. طب وينك وينك؟ هذه هدية سلمك. غيره زي ركز معي. اي اعطوني الله يرضى عليك. هذه الهدية مقدمة من اخوانك كلهم ابراهيم العجلان. يا سلام. وروب. يا سلام. واركي واف ار ال. طيب قاعد اشير لك من اليوم انا يا ولد جاي من قاعد اناظر بس اول مره. طب ركز معي. الاولى كان فخ. ما كانت صحيحة. ايوه انا على الحقيقة. وش ذا طويل مرة كذا. يا ليك وجهي. هذه اتوقع هذه الهدية بما انه تقطين فيها كثير اتوقع انها سعر ولا سعر. اذا طلعت من سعر ركس رجع لهم. لا توهقتك ولا توهقتك. اوفر وان. الله يستاهل. ايش تبي؟ الله عليكم والله يا عيال. والله انا قيل حقك. يلعن شيطانكم والله تكلفت يا عيال والله. لكم مقدم. طيب فندي فندي يا فندي فندي يا فندي فندي احس ابراهيم. يا ويلي يا ويلي والله انك يلا. والله العظيم شكرا قسما. طيب والله اثنين. الله قسم بالله ان مخي الان ترى الا مو مبرمج والله مو يتبرمج بعد الحنيف. ترجع شوي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هذه وش هي عيال؟ هذه تربيط قلبك والله. كارتير قلب. ما شاء الله. ما شاء الله. يا رب شو هذا جاي يفتح شكله درب هذا حق غالي يمكن زر حق اغنية ما نعرفها. أحمدكم بالله ما شاء الله والله تستاهل. هذا لا تكتب فيه إلا وصيتك بس. بعد عمر طويل بعد عمر طويل على الطاعة. أبو تركي تجملت وما قصرت بي. شكرا لك. دم العميق شباب. لا رحمن رحيم. لا والله وش ذي تونا نوصل تونا. لا 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 هذه حرام تنفتح والله حرام. اسمع يا أحمد والله كل حرف وكل كلمة وكل جملة. هذه من منك أنت؟ كل لغة حلو والله ما توفي الشيء اللي تسويه. يا الله انا اشهد انا اشهد. لا ما اكتب يا والله ما قصرتوا يا اخي شكرا لك. شوف يا سلام. يا ابو خلود والله مو طبيعي يا ابو خلود اقسم بالله مو طبيعي ورب المصحف. طيب خلصنا باقي احمد كل خير باقي نبدأ بالعميق. هذه اقرأ الكلام وتفهم العنوان. نخاف عليك بس دردش دفاية 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 والله اللي يحتاجها. طيب هذا حق دغني ما عمري شفت الحياة والله اللي يحتاجها. بيسي ذا والله بيسي ذا لا شكرا والله العظيم شكرا قسما بالله شكرا والله لازم اقول كلمه والله كل هذا والله ما قصر فيه رب والله لا 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 جيب جيب الكاميرا جيب بالله ان هذا كله احنا ما يكفي 1% اللي تسويه والله لا 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 احمد جمايلك على الجميع ولا احد يقدر ينكر من اصغر واحد فينا هنا اكبر واحد فينا لا تصير رسميه ما هي رسميه هي رسميه مو برسميه هذا مره واحده بنقول لك اياها هذا مره واحده بنقول لك اياها بحياتك كلها. طب اسمعني هو المدح مذله لكن اقسم انك تستاهل. اي والله انك تستاهل والله العظيم اني ما ادري اقول عيال محروق منحرج وما ادري ايش اقول لكن اسال الله لي ايش تقول صح لا جا صح وين الصحن هذا ايش ايش ايوه بسم الله هذه الهديه هذه الهديه يلا بسم الله خلاص يا رب كل يوم يوصل والله يا رب احنا بالملايين طيبه وغانمه بسم الله ما شاء الله الله يكثر خيرك يا رب الله يكثر خيرك من الجميع رب المصحف ورب المصحف شاكر.